حلم بالنسبه لنا ان احنا نستعيد البطوله مره اخرى. ايوه فطبعا دخولنا طبعا في قائمه كابتن محمود الخطيب، احنا كان من اهدافنا مش بس بطوله افريقيا، احنا نعم حاطين برنامج انتخابي كامل للقائمه في اهداف رياضيه خدميه انشائيه اجتماعيه، بس طبعا اهداف الكبيره او الحلم كان رجوع بطوله افريقيا. ودايما الملف ده يعني كان عندنا ثقه كبيره انه تحت قياده كابتن محمود الخطيب، وانه ان شاء الله يعني باذن الله بوجوده وبإدارته الملف في كرة القدم هنقدر ان احنا نستعيد فعلا بطولة افريقيا، لان طبعا هو في النهاية هو المشرف على هذا الملف، نعم هو المكلف من مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع كرة القدم بالكامل، وكلنا ثقة فيه انه كنا هنستعيد حتى لو ما حصلش في اول سنة او تاني سنة. زي ما حضرتك قلت نعم حصل لنا كام دروب كده في الاول صحيح كان ممكن يهزوا ثقتنا شوية في نفسنا، زي مباراة سان داونز، زي ماتش الترجي فاينل الترجي 3-0 كسبانين 3-1 2018. وصلنا لك 3-0. نعم ما انا مباراه سان داونز دي برضه ليا معاها واقعه، لان انا كنت أكيد. وقتها الماتش ده تعرف كابتن شوبير، ده الماتش الوحيد ده انا ما اتفرجتش عليه تقريبا، ما اتفرجتش عليه بالصدفه يعني بتاع سان داونز هناك الخمسة. الخمس، انا كنت وقتها في اسبانيا كان عندي حاجه يعني تبع النادي هناك في اسبانيا، أي. كنت في مدريد يعني. فالوقت الماتش كان 3 الظهر وفي توقيت انا كنت في يعني في حاجه في ورشه عمل هناك او كده، فمش عارف اتفرج، أي. وقلت هفتحه مثلا ستريمنج او على الموبايل او حاجه، بس ما عرفتش. انا عرفت بقى من الرسائل اللي جات لي لا ما عرفتش تفتح ما قصدي. عرفتش افتح، انا نعم عرفت النتيجه يعني لقيت رسائل صعبه جدا، انا ما اتخضيت يعني، انا كنت طبعا مش قاعد لسه مصدق. يعني يعني كان اصل هو المباراه كانت لسه دي مباراه الذهاب يعني، حتى كانت مش صح مباراه العوده، احنا كسبنا 1-0 في العودة. كسبنا 1-0 في برج العرب في العوده، بس كان طبعا الموضوع كان صعب جدا. والله العظيم يا سراج لو كان عندي الحقوق وجبت لك ملخص الفرص الضايعة في مباراة العودة ايوه كنا ممكن نكسب هنا كانت 5. كتير جدا، كانت كتير جدا الشوط انا الاول هقول لك كمان بالذات، كان عندهم حارس مرمى بس ساعتها رائع انقذ فرص بالجملة. واحنا الظروف والتوفيق نعم والجو يومها لو حضرتك تفتكر الجو يومها كان بالظبط فيه كده. برضو نعم شبوره كبيره الدنيا كلها ما والغبار كانتش حلوة. صح فالوضع كان صعب، لكن النتيجه هناك لقيت سيل من الهجوم من ده انا عايز اقول لك كمان ان المباراة دي احنا 16 دقيقة كانت نموذجية. يعني انا فاكر المباراة دي. ما انا مش عارف ما لا ما شفتش، انت ما اتفرجتش. وطبعا مش عايز اشوف يعني ما انا اتفرجت، ما اتفرجت مره ما اتفرجتش ثاني وعمري ما هتفرج تاني. ايوه ولا انا طبيعتي كده، حاولت اشوفها اي تاني مباراه لا اقدر نخسر او نتيجه مش ايجابيه عمري ما اتفرج عليها ولا على ملخصها ولا اي حاجه. لكن احنا عملنا 15 16 دقيقه انا كنت مبسوط جدا وفجاه المباراه فتحت يعني كم. لا الحمد لله الحمد لله. فلا برضه انا بقول النقطه دي عشان احنا برضه لازم بيبقى في استيعاب دايما لجمهورنا شويه يعني، انا وقتها بقول لحضرتك كان في بقى رسائل هجوم قويه من الناس ومن على الفيسبوك وعلى الواتساب والجمهور وازاي والفضيحه وكذا وكذا، فاحنا لازم في النهايه قصدي اقول ان احنا يبقى عندنا من الاتزان النفسي ومن الاستيعاب لجمهورنا، وحقهم يزعلوا حقهم يغضبوا، نتيجه كبيره احنا نفسنا مش كناش مصدقينها، بس برضو ده احنا تجاوزناه ازاي. برضو كابتن ايوه محمود ده مهم الخطيب قوي. ده مهم جدا، لان احنا برضو وقتها مع اول اجتماع مجلس اداره ده كابتن محمود قاد الاجتماع بمنتهى الهدوء، ادى هدوء. ثقه ادى ثقه للناس اللي هي برضو لسه زينا شباب داخلين جديد، فالموضوع منفعلين. هزنا جامد يعني اتهزنا برضو من القصه دي جامد، فلا كان ادار الموضوع بحرفيه وبثبات شديد جدا، فالحمد لله. يمكن بعديها لا بدا يعني يبقى في لا بعدها خدنا الدوري. وبعد ما خدنا الدوري نعم كان دوري صعب جدا، نعم دوري في وقت لاسارتي والناس كلها توقعت ان لاسارتي هيمشي بعد المباراه دي، كان بالظبط القرار انه يستمر بالظبط حتى نهايه الدوري بالظبط، العام. ما نفس نعم القصه في ماتش برضو تاني اللي حصل تاني في ال5-2 بتاع مع سان كولر. داونز مع كولر، برضو نعم الناس افتكرت ان هيحصل تغيير، الكابتن برضو اداله الثقه والراجل كمل ما اتهزمش ولا هزيمه بعديها، وخد بطولتين بعديها افريقيا نعم والحمد لله يعني. فانا قصدي اقول ده دايما الحمد لله احنا عهدنا في النادي الاهلي مش بنحاسب بالقطعه او بنحاسب بالمباراه، لا يعني انت بتعتبر ان الهزيمه الخماسيه من سان داونز هي كانت بدايه الشراره اللي انطلقت عشان يعود الاهلي من جديد. لا برضو مش هو ده المقصد يعني، نعم المقصد ان احنا قصدي اقول ان احنا ده ما هزناش يعني، ده كانت نتيجه كبيره بس ما هزتش النادي الاهلي، نعم قدرنا ان احنا نتجاوزها بسرعه، لكن من قبل سان داونز خلي بالك حضرتك برضو كابتن شوير كان في تخطيط جيد كان باين. لتطوير فريق الكوره واعاده هيكله فريق الكوره، كنت بدات يعني تجيب صفقات، وكان حسين الشحات جه وكان في نعم لعيبه بدات تيجي، يمكن المدرب ما كانش موفق شويه فجه فايلر بعديها برضو غير الريتم خالص بتاع الاداء مع صحيح صفقات جديده صحيح انضمت، فقصدي احنا كنا ماشيين على الرايت تراك، بس يعني حصلت نتيجه ما كانتش نعم في الحسبان بعديها، قصدي اقول ما وقفناش يعني كملنا التطوير وكملنا التنميه لفريق الكوره، وبدانا نحصد ده الحمد لله باول بطوله اللي كانت اغلى البطولات وهي التاسعه نعم والبطوله القاضيه و2020، فدي الحمد لله كانت فرحتها بالنسبه لنا كبيره بقى بسبب كل اللي انا بحكيه قبل كده، ده ان بطوله غايبه بقى لها 7 سنين
هزيمه كانت كبيره على النادي الاهلي قبل كده مش متعود عليها، برغم ان كل الانديه العالميه لو جبنا الهيستوري بتاع كل الانديه العالميه بالمنتخبات العالميه ده بيحصل يعني طبعًا. مش ده مش حاجه يعني اللي هي هنستخبى منها او هنخبيها، لا عادي احنا نادي كبير ونادي الاهلي وبجماهيره وبتاريخه ونقدر نتجاوز اي شيء. بدات كاس عالم بخساره امام السعوديه وانهت وهي البطل، البرازيل مع المانيا نعم. وريال مدريد حصل له، برشلونه حصل كله يعني ده طبيعي جدا، المهم ان انت تكسب في الاخر، اصل انت لكن هتخسر بالنتائج دي وكمان تخسر بطولات ما يعني ما تبقى صعب.